تونس 3000 سنة حضارة. إيفيم أحلى راديو، عسلامة، أهلا وسهلا بكم في موعد جديد مع التاريخ والحضارة، جولتنا اليومية اللي فرحان برشا أنه كثروا المتابعين متاحة ولتجينا أسئلة واستفسارات. دكتور، يظهر لي بعد شهر ونص تقريبا خدمة مع بعضنا أنا تشرفت برشا بها التجربة اللي مزلت في بدايتها وإن شاء الله تكمل. ولا عنا جمهور يعني في الأخر؟ مرحبا دكتور محمد حسين فانتر. أهلا وسهلا، أنا سعيد جدا إذا كان الجمهور يهتم بتاريخنا، وإن شاء الله هذا يقنع وزارة التربية باش ترفع من الكوفيسيون تاع التاريخ والجغرافيا واللغة العربية. أنا فرحان لأنه بالحق يعني دجا في الحلقات القادمة إن شاء الله باش نخصوا حلقة كاملة لأسئلة المستمعين. قاعدة تجي أسئلة على علاقة بالمواضيع اللي نطرحوا فيها في البرنامج، يسألوا فيها برشا أسئلة. قلت لهم أنا راني وسيط بينكم وبين الموسوعة الدكتور حسين فانتر اللي عبره هو وعبر خبرة السنوات متاعه. بش أنا مش موسوعة، راهو أنا نقول كما قال سقراط: لا أعرف إلا شيئا واحدا وهو أنني لا أعرف شيئا. لا مش لدرجة هذه دكتور، باهي محتاجين راو. حتى كي دورك تعرف ما تعرفش كل شيء، ما حطش بكل شيء. احنا جولتنا انطلقت منذ حلقات في عاصمة الشمال، مدينة الجلاء، هي تسميات عديدة لمنطقة واحدة، وأنا ابن هذه المنطقة وتشرف، ولكن في نفس الوقت متقلق لأنه المنطقة هذه فيها برشا كنوز ونرجعوا لها في حلقات قادمة. ولكن مش ميخذ حظها كما برشا مناطق تونسية، عنا الآثار وعنا تاريخ ولكن ملوحين ومهملين عن قصد لعدم وجود إمكانياتها وتباعا. بنزرت، مازلنا نزوروا في بنزرت في حلقة فارطة، فسرتنا أنت وعطيتنا رؤيتك ونظريتك للتسمية متاع إيبوديريتوس. واليوم حبينا شوية دكتور نحكيه لأنه كنت طرحت عليك سؤال، قلت لك هل ضر موقع أوتيك أنه بنزرت توجدت تاريخيا في الأزمنة السابقة قريب المنطقة كبيرة برشا في التاريخ اللي هي أوتيك، هل ضرها هذا على مستوى نظام الحكم؟ حبينا شوية ندخل في تفاصيل بنزرت، شكون كان يحكم فيها، كيفاش كانت ولاية وحدها، كانت مدينة، كانت إمارة، وهذا الكل طبيعة ناخذوه مع عند الدكتور حسين فانتر. هو في الواقع منها بنزرت كانت مدينة مستقلة وعندها دستورها حتى في عهد قرطاج، وما كانش دائما خاضعة لا لأوتيك ولا لقرطاج. كانت عندها شخصية متاحة قوية برشا، ومغشكت تعتمد البحر كما طيلة حياتها وإلى اليوم، وإحنا مازلنا منها رغم هذا، رغم تجربتنا في البحر مازلنا مناش فائقين بأن مناه بدون الاهتمام وبدون مناه نظرة نظامية إلى البحر واستغلال في البحر رحنا مناش باش نطوروا، نقعدوا ناس هكا مناه. الواقع هو مستقبلنا في زوج حوايج: الأرض والبحر، الفلاحة هي سواء في الأرض أو في البحر اسمها الفلاحة، يبقى عنده مزارة برك مش ليه هي بالزوز أصلا. يعني معناها كثير من الناس يظنوا قرطاج كانت دولة تعتمد البحر، صحيح، ولكن أساسا كانت تعتمد الزراعة. ناخذ قوسين نعم وش نرجع لبنزرت لحكاية النظام الحكم. بسيل شحنا ديما في برنامجنا كلام يجيب كلام وهذا الجيد. حكاية تونس مطمور روما تتسأل وهالنهارين مع المشاكل نقص الفرينة بالحق كانت تونس مطمور روما؟ هل كانت تونس تنتج بما يكفي لإطعام الإمبراطورية وإلا قصة كما عليسة وحكاية هذية؟ حتى هي منها كيف يقول تونس مطمور روما نظرا للإنتاج القموح والزيوت التي كانت تنتجها تغطي ما تحتاجه البلاد، وروما تأخذ منها الكثير لتوفرها للجمهور الروماني. يعني فعلا كانت تونس كانوا منها في وقت من الأوقات يخرجوا يتظاهروا في روما وش يطلبوا القموح، الخبز، لا الخبز، والألعاب، ألعاب السيرك. هذا من يخرجوا منها، معروفة الكلمة شهيرة باللاتينية
بانام ات سيركانساس، الخبز والعاب السيرك منها الماكله والترفيه. زاد عباد يعني يقولك فكرش في كل شيء برك، زاد المخ والنفسيه الامبراطوريه الرومانيه كانت منها عرفت كيفاش تنظم الامور هذه، وكانت مخازن عندما تكون مجاعات او منها الشعب بيكون مهدد يلقاو علاش يستندوا. كانت شمال افريقيا كانوا اول خاصه تونس كانت من المحطات الكبرى اللي توفر القمح، هي ومصر. مصر وتونس كانوا يزودوا منها الرومان بما تنتجه ارضهم من الماء مواد الفلاحية هذه. دونك واضح الحكاية، وشكرا على مجددا هذا التفسير. نغلق القوس هذا، خلينا نرجع دونك البنزرت. نعم. دونك قلنا انه كانت نظاميا مستقلة عن أوتيك وعن تماماً وعن كارتاج. هذا دام برشا بعد مع وصول الرومان كيف تفاعلوا مع هالمناطق هذه الإمارات أو هذه المناطق فيش تحب تسميها دكتور؟ هي منها كانت مدينة عندها شخصيتها ذاتيتها، و من حتى أنه في وقت من الأوقات كانت في صف في صف منها أوتيك. لا لا مش عملوا اتفاق بين أوتيك وبنزرت باش يقاوموا المرتزقة اللي كانوا معناها شكون المرتزقة هم برشا ناس ربما ما يعرفوهمش. هذا جنود كانوا في الحرب في روما في منطقة مع ضد روما معناها، وكانوا في استقلالية تماما بكل دقة. كيف انتهت الحرب وخسرت قرطاج الحرب وقتها وفتكت منها روما استقلالية، الجنود وقتها الأميلكار اللي هما احنا نسميه او الفرنسيس نسميه أميلكار، اما هو اصله عبد من القرط. عبد من القرط كان منها قائد كبير وعبقري، شرط على وقت عملوا الاتفاق باش يضع حد للحرب، قال ملزم يرجع الجيش الجيش قرطاج معزز ويرجع بأسلحته وغيره. جاءوا القرطاج. كيف جاءوا القرطاج طلبوا منها فلوسهم، قالت هي هم مرتزقة تخلصني نعارك معاك، الكاس فارغة وقتها. وديما هي كي تكون كانت بلاد عندها الكاس نتاعها فارغه رغم السراق كثروا فيها، خاطر ما حتى شيء مستحيل باش تفرغ كاس الدوله دائما. معناها هذه كان دوله قالت ما عنديش فلوس، قلنا لا عندك، اما ما اخذوه الصحاح قديش يعاود روحه التاريخ في اشكال يعني مختلفه. الانسان هذاك هو دونك التاريخ هو الانسان، ما بالطبع لا يتغير الانسان بقى حتى المرتزقة سامحني موجودين توا راهو يعني احسننا نعملوا القوانين. اولا اذا كان عرفنا اننا احنا كنا مسؤولين فماش كيما نقولوا شعب يحكموا فيه، يحكم فيه انسان او تحكم فيه حزب. الـ 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 الشعب هو اللي يختار الحزب نتاعو ولا بشي ولا بشي يمثله ويعطيه مش. وثم هناك حاجه هامه ياسر حقه في السياسه تقع، هو أنه يمنع منع باتا، الشعب يقرر أنه يمنع بات تماما من الصدقات الصدقة. على خاطر الصدقة مش تمشي أنت تدخل بها للجنة، راهي خطر كبير أنك كيف ما صارنا احنا في تونس، صارنا من يمشيوا للقرى ولكن الأرياف التعبة يعطيهم شوية مأكل وشوية منها لباس وغيرها ويصوتوا لهم. وكالش المؤتمر الانتخاب بتاع الانتخاب اللي وقع في تونس وخرج منه الدستور 2014 كان ناس من هالنوع هذا. نرجع اذا البنزرت، دونك قلت لي فتره من فترات كانت يعني الاتفاقيه بينها وبين أوتيك كانت دارجه هذه النوعيه من الاتفاقات بين المدن الكبيره، يعني كانت فما لعبه سياسيه ويتفقوا مثال ضد عدو مشترك ومن بعد ينجموا يختلفوا. هذا كان يصير في التاريخ، هناك السياسه معروفه وخاصة في قرطاج كان هناك دستور، كان هناك أحزاب منها المستكرشين كما يقولوا، وأحزاب ديمقراطيين، وكان
هذا ميلكار اللي حكينا عليه منذ حين كانت معناها رئيس حزب، هو معناها خلص البلاد وقتها، بلاد وقرطاج، ولو كانت هذا قرطاج اللي كانت ايضا استعماريه راهو معناها كانت الناس اللي ما يجيوش للثنيه تقاومهم بكل عنف، وقاومت وابتزت ناس، فهمت؟ وهكا علاش اوتيك ما كانش قابلة السياسة الهيمنة قرطاج، وبنزرت ما كانتش أيضا قابلة هيمنة قرطاج، بل في وقت أوقات تحالفوا مع هالزعيم زعيم ثورة وقتها، خاطر المتسقة احنا نقولوا هما الفرنسيس والأجانب بصفة عامة أوروبيين اللي عملوا حرب المرتزقة، هي مش حرب مرتزقة فقط، المرتزقة داخلين في حركة كانت تحررية، اللوبيون من أسلاف البربر، اللوبيون كانوا يحبوا يتحرروا من قرطاج لأنها كانت تبتزهم في كلهم خيرهم ومنها ما تخليهمش، لأنهيك أنه ما تلقى حتى مدينة وقتها عندها كما نقول نظام أو دستور أو حكام باسمها كلها تابعة لقرطاج، كلهم تحكم فيهم قرطاج. دونك جات الفرصة باش بنزرت هذا في فترة قرطاج. من بعد نعرفوا أنه التواريخ تتغير، جاء الرومان. يعني كيفاش كانت بنزرت وقت الرومان؟ حافظت على موقعها؟ بنزرت منها ما غشك، هي منها كانت منها ضد الرومان، فهمت؟ وفي وقت أوقات منها سيطروا، جاء منها هي عاشت منها مراحل كبيرة. أول ما أصاب بنزرت واحد طاغية منها سلطان سراقوزة هجم عليها وحاول يكون فيها حتى نظام، ما غشك سلطان سراقوزة جاي يحطم في قرطاج، ما هو جاي البنزرت فقط، لكن بنزرت منها جت في ثنية. وأول ربما ظهور بنزرت في التاريخ هو اللي عندنا احنا من اخذ الوثائق اللي عندنا، هي الوثائق اللي تهم منها الثورة هذه اللي جعلت منها المرتزقة والبربر اللوبيون يثوروا يطلبوا في استقلالهم من قرطاج، وكانت معركة كبيرة، معارك كبيرة قادها عبد القرد، فهمت؟ معناها معناها ودخلوا تعبت، يعني خلينا نختم في دقيقة، تعبت في تاريخها من الحروبات، كانت يعني موقع نزاع، هاو تحالفت مع اوتيك ضد قرطاج، هاو جاوها من برا، يعني نجم نقولوا انه تاريخ بنزرت القديم على الاقل برشا حروبات وبرشا عرك. اي هم الرومان في وقت اوقات معناها استقروا، عملوا جالية وانتصبت في بنزرت، وعملت حتى منها كما نقولوا احنا عاد اصبح لك الجالية الرومانية اصبحت لها حضور وحضور وسياسي في وسط المدينة، وقعت ولايه المدينة فيها مالية سكانها الاصليون وما يسمى بالمجموعة الرومانية اللي يكونوا منها كما نقولوا احنا واقع سياسي عملوا منها نظام وتعايشت الناس. واحنا في حلقة قادمة مازلنا باش نرجعوا بنزرت حلقة الحلقة الجاية ما تفلتوهاش، هاو علاش نعطيكم من تو العنوان شنو هي حكاية الدوفان وبنزرت حلقة جاية. حلقة جاية يحكي لنا الدكتور حسين فالتر. شكرا لك دكتور، شكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا، نتقابل إن شاء الله في حلقة قادمة من 3000 سنة حضارة ديم على EFM أحلى راديو. تونس 3000 سنة حضارة.